السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله محمد كيف حالك يا شيخ؟ الصادق. الحمد لله بخير. نحن نحبك يا شيخ، أنا من المغرب ونحن نحبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مرحبا بك يا شيخ في طنجة، لترى المكان الذي ذهب منه المسلمون في الأندلس. نعم. مرحبا بك في المغرب، لترى المكان الذي ذهب منه المسلمون في الأندلس. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله. مرحبا بك يا شيخ، لدي سؤال لو سمحت. تفضل. كنت سألتك أمس عن حكم عمل أفلام كرتونية عن طريق مجسمات حقيقية مثل عرائس، ولكن ما اعتمدت الأنف مثلا وعن ثقب في الرقبة، ولكن نسيت أن أقول لك أن هذه الأفلام موجهة للكبار، فهل يجوز هذا الأمر أم لا؟ لهذا الدعوة لا تتنشر الإسلام. أنت تفعل أشياء كرتونية هادفة تنفع المسلمين للصغار والكبار، تصلح أو لا تصلح لا بأس إن شاء الله. سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في هذه الأفلام يكون هناك من تمثيل بعض الأشخاص كفار، فهل يجوز للمسلم قول أقوال كفرية في التمثيل أم لا يجوز؟ أعد. يعني في هذا الفيلم هناك مسلمون وهناك كفار، فهل يجوز للمسلم أن يمثل دور الكافر وينطق بقول كفري أم لا يجوز؟ لا، الأعمال بالمقاصد في هذه الحالة مش مشكلة إن شاء الله. نعم يا شيخ، شكرا. أنا أريد يا شيخ أن أعطيك فكرة عن أحد الأفلام التي يقوم بكتابتها. لا، يعني لا أريد ذلك، الكلام مجمل أفضل.